السلام عليكم. في الفيديوهات اللي فاتت عملنا الصفحة دي كده وخلصناها خالص تمام، وشغلنا كمان الفانكشن بتاعت الحاجات ديت، وقلنا ان احنا في الفيديو اللي جاي ده هنعمله ريسبونس في اللي هو في الفيديو اللي احنا فيه. فيلا حضر الفي اس كود بتاعك ويلا بينا نبدأ. هفتح الفي اس كود بتاعي عادي اهو تمام. هاجي هنا في صفحة السي اس، نعمل الريسبونس كده بتاع الايتم بيج تمام. تمام يعني. تعالى كده واحدة واحدة نفتح الانسبكت كده ريسبونسيف خالص اهو، ثواني تمام 1500 تمام اهو، حتى الحاجات هنا تمام. اول ما ينزل على 1000 كده متهيألي محتاج يتظبط شوية. ممكن بقى نجيب الايمج دي من فوق والتكست ده يكون تحت منها. فمحتاجين ندي للاب بتاع الديفين دول اللي هي الديف دي والديف ديت اللي هو الكونتينر، هو كده كده اخد ديسبلاي فيليكس، هدي له فيليكس دايركشن كولوم فهيجوا فوق بعض. خلينا نقوم ميديا سكرين ماكس ويدز 1000 بيكسل، يعمل لي ايه يا سيدي؟ هقول له فيليكس دايركشن بتاعك هيكون كولوم. حلو حلو قوي. طيب الايكون دي صغيرة، يعني لو صغرت شوية عن كده الايكون دي هتبقى صغيرة خالص، فمحتاجين نكبر برضو. هاجي هنا للايمج ايتم دي اخدها ويدز 40%، هخلي الويدز بتاعها 50%. تمام كويس. طبعا زي ما انت شايف هنا التكست دوت لازق في الصور، فمحتاج اسيب مسافة ما بينهم. فممكن ادي الايمج ايتم دي مارجن بوتوم كده 40 بكسل مثلا. حلو. ممكن اعمل جاب برضو هنا 40 بكسل، خلينا في المارجن بوتوم مش مشكله، الاثنين واحد كده كده مش هتفرق معاك. تعالى هنا برضو الديف بتاع التكست دي نخليها اخده ايه العرض بتاع الشاشه كلها. ايتم ديتيلز جواها الكونتينر الديتيلز ايتم دي اخده ويدز 58% نخليه 100%، ونقول العرض بتاعها قالوا لي 100% كده بقت تمام قوي. تعالى كده نصغر شويه، بص كده تقلي من اول تحت 700 الانرجي دي عايزه تكبر شويه. ممكن ناخد ده كده كوبي، نقول لو الماكس ويدز بتاعك 700 تعمل ايه الايمج ايتم دي هتخليها الويدز بتاعها 80%، خلي الودز بتاعها بدل هو 50% 80%. بص 100 100 اهو الفانكشن بتاعته شغاله اهي والتكست تمام. تعال نصغر شويه نخليه مثلا شبه الموبايل برضو شغال معاك تمام. ممكن بس في الموبايل نصغر الاتش 2 دوت. حلو. نقول له هنا لو كان الماكس ويدز 500 بكسل هتعمل لي ايه ال H1 دوت، ممكن نخلي الفونت سايز بتاعه 20 بكسل. حلو. ممكن نصغر الباراجراف ده كمان في الموبايل اللي 14 بكسل. حلو حلو قوي الكلام ده. البوتون اللي هم دول برضو عايزين يصغروا شويه. تمنتاشر بيكسل. نشوف الزرار برضو بتاعنا ده نصغره واخد 18 بيكسل اهو، فاحنا ممكن نخليه 16 كويس. كل قوي كل قوي بقى الحاجات كويسة الفونت بتاعها عنده ده كده. احنا خلصنا الفيديو ده اهو تمام. الصفحة ريسبونسيف معايا شغالة كل حاجة اهي، اهتمام بتضاف للكارت عادي تمام. المنيو هو شغال برضو هنا عادي، كل حاجة تمام. الصور بتاعتي شغالة، كل حاجة شغالة في الصفحة كده. البلو ده خلاص كده بقى، ان شاء الله في الفيديو الجاي هنعمل اللي هي الصفحة بتاعت الاول برودكت اللي هي ديت اللي فيها المنتجات كلها تمام. هيكون في فلاتر هنا، بس طبعا دي تتعمل بالباك اند مش تبعنا احنا. احنا هنعمل الشكل بتاعها شبه كده بس، وهنعمل الكارد كده جنب بعض
الزرار ديت اللي انت بتغير من صفحة لصفحة. لايك للفيديو واشوفك في الفيديو الجاي ان شاء الله.